أعلن رئيس حزب إرادة تجيل تيسير مطر أن الحزب بكافة نوابه وقياداته وأعضائه يعلنون دعم ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستمراره في قيادة سفينة الوطن لبر الأمان والتنمية والرخاء. وقال رئيس الحزب في بيان له أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الصعبة اللي بتواجه العالم كله ولثقة الشعب المصري الكبير في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العبور بمصر إلى بر الأمان والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وأنه بالمقارنة البسيطة بين كيف كنا في عام 2014 وكيف أصبحنا الآن في 2023 وخاصة من الناحية الأمنية والمشروعات العملاقة، يدعونا إلى دعم ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستمراره في قيادة سفينة الوطن لبر الأمان والتنمية والرخاء. وأضاف النائب تيسير مطر رئيس الحزب أن قرار الحزب بدعم ترشيح الرئيس السيسي جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن هذه المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطني من أجل البناء والحفاظ على الدولة المصرية المدنية الحديثة. لذلك يعلن حزب إرادة جيل بإجماع نوابه وأعضائه بجميع الأمانات بمصر الدعم التام للرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الوصول إلى تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية ومواجهة التحديات المحيطة بمصرنا والمصريين واستمرار الأمن والأمان بتكاتف وتماسك الشعب والقوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء والإعلام.